الطرح الأنفوشي لعام عاطفي. قصيدة بعنوان أين ذهبت العقول؟ كل عش الحنان تنزل الرحمة بين القش فوق الشجر إخلاص الحب وثاق ووثاق ليس عين البشر مبصرة الحب لها المركب في بحر عليها الناس تحيا. أين نحن؟ أين نحن؟ نحن ملك ونظام نسعة من نحلب من أجل شهد الدهر صارت لعتاب. ليس خير الناس شهد يخفر لسعته وجبال ترسخ الأرض وسوقا وشموخا وثباتا. أين أخلاق أناس صخرة ينكسر الصدق فيها؟ أين كيف الناس تحيا وعقول في بحور الغدر زابت؟ قصيدة عملية بعنوان ماء الحياة. اصنع بنفسك ما تهوى العيون بدا خير الورى بجميل من يد يعني. فعندما دخل الداء العصيب على قلب الملوك وفي الاجساد والهمم ماء الحياة هي الاحسان في قصص تحكى قديما عن الاخلاص والكرم أمام أبنائه من فضة ودواء وقطر من ذهب سهم على القيم. ضرب من الفضة الوهم الجميل هنا ضرب من الذهب الإسراف في الزمن ضرب من التعب الإخلاص في أمل. أين الأمان بلا حرب على ألمي؟ خير الطريق هو الإخلاص في عمل ويصبح الكل في دنيا من القمم صعودها قوة. أمرضنا رحلت دروبنا بالهوى نظم من الندم. احرص على ذهب لا قشرة تبعت والحب والصدق لإحسان الدهر. وايضا معنا هنا عاطف تاثر شعيره فلسطينيه لها ايقاعها الموسيقي الخاص وايضا لها وجودها الادبي الجميل. على فكره اللقاء سيبتدي